مرحب الساع، مرحب مليون في كراش و جولة الخنزير. هالجولة أنا متوقع أن أموت فيها شوي، والله يعني خفيف خفيف. الجولة هاي دائما أخبص فيها صراحة. كيف يركب فيها هاي؟ مو فيها ركب؟ إن شاء الله ما أموت فيها، يعني في العادة هي شوي بالاس كل ليفل. هي الواحد ما يتوقع كراش يكون اصلا وايد سكيل جيم، بس يمكن صغير احس الالعاب كانت تسهل عليه، ما اعرف ليش. قلت لكم لازم تموت في الجولة هاي لازم. مشكلتي تبعت الصندوق هناك. لازم ارد لك يمين يسار اللي هو شوي. ها ابو الصندوق ولا ما ابغى؟ يسوى ما يسوى؟ لا ما يسوى، بسحب عليه شكلي. ويا تراي ما ابو صندوق. يسوى اخذ يسار بعدين مرة يمين، تعرفون بس بيكون شوي ريسكي، فخله يولي. قلت لكم متوقع هنا مود وايد عادي، متوقع يعني متقبل الواقع الأليم الموت هنا. تقول تعرفون هاي مع ان في ناس ما انا ليش رديت نفس المكان يا حبيبي علي، مع ان في ناس هنا تعرفون يخلصون هذا تايم رن ما يغلطون فيه ولا غلطة. تعال هني اتفلسف علي، هذا من تحت مين، هذا من فوق، هذا من فوق، هاي مين، روح. مع انها سهلة هاي المناورة، المفروض ما اتعب فيها، لكن لانها جبلة الخزير نفسيا اتعب من اشوفها. انا شكرا على متابعتكم الحلقة، نشوف حلقة قادمة ان شاء الله من كراش. اتمنى على بتلكم السلسلة، دقوا لايك سبسكرايب شير كل شيء تحت موجود. السلام عليكم ورحمة الله.